اسمك ايه؟ اسمك اسامة. انت عربان ليه؟ عشان قبلك تضربني وتشتمني وترمي لي الكتاب وقول يا ابن وقتي جيب الكتاب وتدخله تضربني تضربني وتشتمني وقول يا ابن وتضربني. تضربك لمين القبلة ده؟ قبلة انا تديك في ايه؟ بتديني في المدرسة مجدية. طيب انت في المدرسة اللي هي؟ لا الأول. أولى ايه؟ أولى مدرسة. أولى مدرسة ايه؟ أولى كام يعني؟ أولى كام؟ أولى إعدادي. أولى كام يا قلة؟ أولى. انت في أولى إعدادي؟ لا. ما انت في أولى كام؟ أولى تاني. أولى مين؟ تاني. أولى تاني في المدرسة اللي هي؟ الإعدادية. ديت يعني؟ انت في المدرسة دي؟ قلت لي مين المدرسة بتاعتك اللي بتضربك؟ مين؟ اسمها ايه؟ الابلة متكبة. الابلة الهين؟ الابلة متكبة. بتضربك ازاي؟ تضربني بالخرطوم. بتضربك فين؟ في المدرسة. بتضربك فين؟ فين بالظبط؟ فين يعني بتضربك على ايدك على رجلك؟ على ايدك. وايه تاني؟ وتشتمني وتقول يا ابن وترمي لي الكتاب وترمي الكتاب. كل وقت يا ابن يجيب خد الكتاب طب ودي تخليك تهرب؟ ما قلتش لابوك ليه وامك؟ ها؟ انت ما بتقولش لابوك وامك ليه؟ هيضربوك. ها؟ هيضربوك؟ ابوك وامك هيضربوك؟ طب مش هيضربوك لما تهرب كده؟ ايه؟ مش هيضربوك لما تهرب؟ مش هيضربوك. مش هيضربوك ليه لما تهرب؟ هيضربوك. طيب ما تروح المدرسة وما تخافش من؟ قول لهم القبلة الهين؟ قبلة هي منقبة؟ يعني منقبة وبتضربكم وبتطفشكم من المدرسة؟ لا ضربتني وشتمتني. طيب انا هاخدك دلوقتي في دي المدرسة بتاعتكم ولا انت في المدرسة التانية اللي في البلد من جوه؟ في المدرسة دي؟ طيب تعالى يا حبيبي يلا وانا هوديك لها. يعني المعنى واضح قدام حضراتكم، احنا قدام طفل في سنة أولى ابتدائي هربان من المدرسة، وهربان من المدرسة بسبب انه في مدرسة احنا يعني احتفظنا باسمها، لانه الهدف من الكلام اللي احنا نقوله ليس التشهير، يعني مش بنشهر بحد، ولكن احنا قدام واقعة عندنا طفل صغير 6 سنين بالكتير اهو في أولى ابتدائي هربان من المدرسة لانه بيقول مدرسة بتشتمه وبتعامله بعنف، والولد زي ما انتم شايفين يعني خايف ومش هيقول لوالده ولا والدته لانه هو يعني خايف كمان يضربوه، ولو عرفوا ان هو هربان من المدرسه هيضربوه. في هنا وضع معقد. خليني الاول اسمع من والد الطفل الاستاذ اسامه سيد. اهلا بيك يا فندم. استاذ اسامه معانا يا شباب؟ معاك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا استاذ اسامه. اهلا بك يا دكتور. قول لنا الموقف ده، يعني انت شفت الفيديو الاول؟ شفته. طيب قول لنا ايه الحكايه بقى؟ الحكايه ان انا من الاول خالص يعني من منذ شهرين العبله في بدايه الدراسه انا بقيت عليهم اي حد هيجيب والدته يشتكي هتضربه. اي حد؟ هو الاول يا فندم يعني الامور ابن حضرتك ده اسمه ايه؟ يوسف. يوسف. يوسف في مدرسة دي مدرسة بني شبل في الزقازيق مش كده؟ بني شبل الابتدائية. بني شبل الابتدائية في الزقازيق، تمام. من شهرين رقم واحد، من شهرين قالت له المدرسة اللي هيجيب والدته اللي والدته تشتكي يعني او والده يشتكي هيتضرب، تمام. والدته اشتكت؟ هو
فهو يوسف بيسمع بيجي يحكي لوالدته لو انا موجود في البيدر انا في القوات المسلحه ضابط صف بالقوات المسلحه تمام فلو انا متواجد بيحكي لنا اه فبعدين لما جيت هو قاعد جنب قاعد على الديسك جنب الحيط فبتقول له افتح ايدك هو خايف يفتح ايده فخبط سكته من شعره وخبطته في الحيط اه فانا بصراحه لما جيت كنت هشتكيها فجده نسيري قال لي لا ما ينفعش وكده وانا هروح لجوزها عشان هو ايه قريب من العيله اه تمام ما ينفعش الكلام ده وده طفل وكده وقت ممكن تعمليه ارتجاجه فابنها كان متواجد فبيقول له ايه انت غلطان ان انت ما سبتوش يشتكي قال لي روح يشتكي فالحاج ما رضيش يعرفني فجت تاني يوم خدته وراح ادينا اعلام الفاصل اه وقالت له لو رجعت هنا تاني هموتك اه موتك فالولد جه فالولد جالنا اخر نهار بيعيط انا كنت تاني يوم مسافر على الشغل قلت لاخوه اخوه في المدرسه عندي احمد ومحمد برضه في المدرسه واحد في سنه سته وواحد في سنه رابعه اه فقلت لاخوه خده دخله الفصل بتاعه ولو الابله قالت لك حاجه قول لها بابا اللي قال لي دخله مكان وسافرت على الشغل قعدت بعد كده كل شويه الولد يجي ده الابله بترمي لي الكتاب طب يا ابني انت بس اللي بترمي لك الكتاب انت بس ولا الفصل كله قول انا بس فالحاج قال لي معلش عشان خاطري هروح تاني راح لابن عم جوزها الحاج علي راح فبعد كده راح لها برضه مفيش متعه النت يقول لك اشتكوا فالحاج جاب بيكلمه قال له ده جالك شو بعد كده ضربته بتشتمه وترمي له الكتاب وتقول له يا ابن الكلب العمليه ازاي سوء انا كنت في الشغل فلما جيت انا قلت انا هجي اشتكي فالناس اتدخلت فلقيت ابنها بيقول لك ايه احنا لو هو اشتكى انا هشتكيه في القوات المسلحه واشتكيه في امن الدوله اه بيهدد يعني قلت له قلت خلاص اشتكي مكان ما انت تشتكي انا عشان طيب كده طيب هو يوسف الـ 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 الفيديو ده كان من كام يوم الفيديو ده تقريبا كده من يوم الاثنين اللي فات من الاثنين اللي فات الاثنين اللي فات ده امبارح ولا الاسبوع اللي فات الاثنين الاسبوع اللي فات او الثلاث يعني من حوالي اسبوع طب انت حضرتك ما تواصلتش مع اداره المدرسه يعني هي دي المدرسه دي حاكم بامرها يعني ولا ايه المدام راحت لها برضه مفيش فايده متعنته اخر مره راحت لها يوم الثلاث قالت لها ما اشتكيتوش انت كنت بتقولوا هتشتكوا طيب انا كنت متواجد في الشغل فالمدام قالت لي قلت لها خلاص انا لما اجي انا نزلت يوم الخميس وانا نازل من الشغل رحت جاي طالع على النيابه الاداريه بجهازي مقدم شكوى وطلعت من النيابه الاداريه رحت جاي طالع على مديريه اداره غرب بجهازي اللي هي تابعه لها المدرسه حكيت لها الوضع قالت لها ما ينفعش وكان معايا يوسف قالت لهم قابلوني في الجهازي كان معايا يوسف حكى لها اللي حصل قالت لها ما ينفعش خالص فبتقول له هنا لك منفصل قال لها لا انا عايز افضل مع زمايلي فقالت لي خلاص قدم الشكوى ونزلنا تحت المحقق خد اقوالك سال يوسف هو اقوال يوسف ويوسف رضى على اقواله برضه وانا مضيت واقوال المدام اللي حصل معاها في المدرسه لما راحت ومضينا على الاقوال فقال لك احنا هننزل بقى يوم الاحد اول يوم في الدراسه الولد خايف يروح فانا خدته قدام مدير المدرسه الواد بيعيط مش عايز يدخل فانا دخلته اول ما شاف الاستاذ محمد اللي هو المحقق اللي هو بياخد اكواد بيقول لي انا هاخد اكواد الطلبه هم دول الفيصل طب هم خايفين يشهدوا واللي موجودين في المدرسه مش هيشهدوا عشان هم دول زميلتهم فالمهم هو اول ما شافه تعالى يا يوسف معلش ما تخافش لا بيرجع واقف وشد دخله الفصل معلش ثاني يوم الولد خاف يروح المدرسه ما رضيش يروح يقول لي يعني هو يوسف دلوقتي ما بيروحش المدرسه خوفا يعني ولا راح؟ هي منبهه عليهم وانا يعني انا وديته اول امبارح والنهارده برضه وديناه المدرسه تاني النهارده وبقول لي طيب استاذ اسامه خليك معايا انا معايا على التليفون دكتور سيد بسيوني وكيل وزاره التربيه والتعليم في الشرقيه اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا بيك يا فندم حضرتك سمعت الواقعه دي معانا الحقيقه سمعتها او شفتها من الاعداد كمان يعني تمام طيب تعليق حضرتك ايه يا فندم لا هو حضرتك برضه في 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 قصور من الطرفين بس احنا ان شاء الله الصبح باذن الله يعني قبل الطابور الصبح ان شاء الله يكون في لجنه موجوده في المدرسه وهتدرس الموضوع ده كويس لو كانت يبقى في انما احنا يعني نلعب الدور بتاعنا الاساسي ان احنا جذب الطلبه وجذب الاطفال للمدرسه
لان ده دورنا التربيه. ان شاء الله باذن الله بكره الصبح ان شاء الله يكون في لجنه تدرس الموضوع ده كله، اذا كان في اي كسور من الطرفين هنجيب الطرفين كويس. تمام كويس. ده كلام محترم جدا يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا فندم. كلام، واسمح لي ان احنا بكره ان شاء الله نتواصل معاك يعني نعرف برضو نتيجه اللجنه راحت وعملت ايه وشافت ايه. لازم تكون حضرتك عارف وعند الناس كلها معلوميه ان احنا ما نقدرش نستنى ننتظر على طفل زي ده، او ما نقدرش ننتظر ان يكون في اي نوع من انواع الاخطاء لان في المدرسه او في اللعب بحياه الاطفال. صحيح. يعني طبعا الطفل ده طبعا بره ما ينفعش الكلام ده، بس انا عيب على الاب وان هو هو معانا هو معانا الاستاذ اسامه. يعني قول له يا فندم اللي عندك. انا عيب على الاب برضه ان هو يكون مش واخد باله من ابنه كويس، او ان ابنه يسيب المدرسه. طفل زي ده يعني ايه يسيب المدرسه ما يكونش موجود في المدرسه؟ لازم هو المفترض هو ما هو 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 يوسف برضه يا دكتور يعني هو الولد خوفا مش عايز يروح. كلنا مرينا على فكره بمراحل زي دي، واللي يبقى فيه مدرس انت بتخاف منه ومش عايز تروح وطفل صغير يعني. تمام حضرتك، بس لازم كان الام طبعا او الاب طبعا اكيد مشغول. الام كل يوم بتقول له وريني حضرتك، وريني انت خدت ايه النهارده. لازم على الاقل تكون ده الحد الادنى. فان شاء الله برضو عموما احنا برضو لان دور لا احنا مستبشرين. احنا مستبشرين دايما بتعاون حضرتك، لانه في اكتر من واقعه احنا يعني كنا اتكلمنا معاك فيها. وانا عايز اقول لحضرتك كمان يعني احنا فريق الاعداد حالا تواصل مع المكتب الفني للنيابه الاداريه، وقالوا لنا ان هم يعني متابعين بشكل جاد ومكثف في تحقيق هذه الواقعه. ان شاء الله. ان شاء الله، واسمح لي ان احنا ان شاء الله نتواصل بكره نشوف المساله واصله لفين. لا ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور سيد. استاذ اسامه لسه معايا؟ ايوه دكتور. طيب قول لي بقى يعني في قصور بقى يعني في قصور عندكم؟ يعني انت برضو قول لي برضو ايه يعني خلينا برضو ايه نبقى وزنين الحكايه. طيب ايه القصور اللي انتم المفروض يعني تعالجوه او يعني؟ والله يا دكتور محمد انا ظروف شغلي، انا راجل قوات مسلحه. تمام، تعالى دماغنا يا فندم. طبعا مش متواجد في البيت باستمرار ظروف شغلي. فالمدام متابعاه في الدراسه واول ما بيجي هو اصلا اول ما بيجي من المدرسه بيمسك يحل يجيب الواجب بتاعه يعمله. وهو كان في الحضانه يعني حتى لدرجه ان هو كان بيقول لي انا عايز ارجع الحضانه ثاني عند الاب لابوسي ومش عايز اروح المدرسه. تمام. لا احنا هنبقى متابعين معاك يا استاذ اسامه ان شاء الله، ويعني يوسف كده يرجع للمدرسه ويبقى مبسوط ان هو رايح، يبقى فرحان ان هو رايح مدرسته يعني ان شاء الله. احنا ودينا له النهارده المدرسه، واحنا عملنا كتير والله العظيم يا دكتور محمد ان احنا يعني بطريقه يعني عرفيه كده ان احنا نحل المشكله. ما ينفعش ده طفل عنده 6 سنين هي متعنته. وبعدين ما هو متعنته عشان متعنته لمجرد ان انتوا اشتكيتوا يعني. ما انا كنتش لسه اشتكيت، بس انا اساليب التهديد اللي جات لي لا اساليب التهديد اللي جات لي بقى يقول لك ايه لو اشتكى احنا نشتكي في القوات المسلحه ونشتكي في لا 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 المساله توصل القانون يدخل بقى هنا. ما انا بقول لحضرتك اتفضل دكتور محمد. يقول لحضرتك هو بيقول لك احنا نشتكي نتبنى نقول ان هو تبع الاخوان. قلت له على اساس يعني ان الجيش ما يعرفش الرجاله تحت دي ظروفها ايه ولا نظامها ايه؟ لا ما احنا برضه عشان كده انا رحت اشتكيته قلت لا ما ينفعش بقى خلاص. وبعدين هي بقى كانت يعني طيب عارفه ان زوجها شغال في التربيه والتعليم برضه، صحيح ان هو ايه هيشيل لها الشكوى. صحيح. فانا ما ينفعش يعني لا انا معاك. وهي بس فكره الاشاره للناس ان هو المصريين لما طلعوا ضد الاخوان، فاحنا برضو مش عاوزين ناخد دي وسيله لتصفيه حسابات. اي واحد يختلف مع واحد يقول له ابلغ عنك انك اخوان يعني برضو ما توصلش لكده. وانا بقول لهم هم يعني بقول لهم هم انا بقول لك انا ايه ده راجل في الجيش احنا بقى بنعمله ايه نقول لا لا طبعا على اساس يعني ان المخابرات بتاعتها ما تعرفش كل واحد لا طبعا خلي القانون ان شاء الله يبقى ماشي في مساره. واحنا خلاص انا هنشتكي. واحنا متابعين مع حضرتك يا استاذ اسامه، بشكر حضرتك جدا. معايا كمان يعني لاغلاق ملف هذه الواقعه النائبه ماجده ناصر عضو لجنه التعليم في مجلس النواب. اهلا بيك يا سياده النائبه.
اهلا وسهلا يا فندم. يعني كتير وهذه الوقائع اللي بتحصل كتير في التعليم، يعني أيوة. مسألة التعامل مع الطلبة انه طلبة وطلبة صغيرين بيبقى المدرسين احيانا مش مؤهلين تربويا فيسئلهم او يضربوهم او يشتموهم او الى اخره. يعني قولي لي تعليق على الواقعة وقولي لي انه ممكن يبقى في عندنا مدونة سلوك للمدرسين ازاي. تمام. هو طبعا يعني مبدئيا كواقعة عادية، يعني كواقعة بالشكل ده هيتم. لا هي مش عادية بس متكررة يعني. لا يا فندم اتفضلي. كواقعة زي كده هتمشي بصورة اللي هي التقليدية اللي هي التحقيق وتاخد جزا وحاجات زي كده. ولكن ده أمر خطير جدا، لأن الطفل ده ممكن يعقد ويبقى كاره المدرسة طول حياته في هذا السن، زائد إن المعاملة السيئة ولو كان في ضرب لو كان في، طالما بيكره المدرسة بهذا الشكل من البداية أكيد في إساءة بضرب أو بأي شكل يعني بالنسبة له صعب وبالتالي كاره المدرسة. حضرتك في كل البلاد المتقدمة أعلى مستوى تعليمي للمدرسين بيكون في رياض الأطفال، بيكون معاهم في فنلندا مثلا معاهم ماجستير ودكتوراه اللي هم الابتدائي والرياض الأطفال. ده لأن عشان يتعاملوا معاهم تربويا ونفسيا. احنا هنا لابد النقطة دي تطبق إن شاء الله بأن لابد ياخدوا دورات، طبعا بياخدوا دورات حاجات تربوية وحاجات زي كده، هذا غير كافي بالنسبة للسن الصغير ده والابتدائي ورياض الأطفال بالذات. لابد ان شاء الله نطلب في قانون التعليم الجديد ان يكونوا مؤهلين بدرجة دمين. عالية جدا من ناحية النفسية ومن ناحية التربوية ومن كل النواحي. فدي حاجة مهمة جدا. اما بالنسبة لهذه الواقعة فطبعا اكيد هيتم طلب احاطة ونشوف ايه اللي تم مع انا هو فكرة وزير التعليم بايه الوقت يا فندم وحضرتك طبعا يعني هذا الملف ملفك، يعني هو بيتكلم في مرحلة اعتقد يعني انه هو الراجل عالم وكل حاجة، بس احنا اوضاع التعليم البنية التحتية الاساسية للتعليم في مصر يعني محتاجة مجهود كبير جدا لحد ما نوصل للمستوى اللي هو بيتكلم فيه. يعني بيتكلم فيه انظمة تعليم مختلفة وادوات للتعليم مختلفة، لكن احنا عندنا مشاكل على الارض. احنا لسه بنتكلم في تأهيل المدرس نفسه في الفصل اللي مفيش فيه يعني المقاعد بتاعتهم في المدرسة اللي مش مبنية كويس. فأنا أتمنى أنه ده يعني أن الوزير نجره شوية لي أنه نحل المشاكل دي على الأرض. حضرتك قلت جزء كبير جدا يمكن أنا كررته أكثر من مرة وهي أن أي أسلوب يعني متقدم جدا في ظل ان احنا لم نحل لا يوجد يعني ما فيش حلول للتحديات اللي بنمر بيها بالنسبة لمجتمعنا. صحيح. سواء بنية تحتية، تدريب معلمين، رواتب معلمين، كل المشاكل اللي احنا عارفينها ان اصلا الطلبة ما بيحضروش اصلا والدروس ما فيش. لا في مدارس بالكامل، في مدارس بالكامل الطلبة ما بيروحوش فعلا. يعني اي نظام حديث ومتطور يعني يمكن هيفشل بسبب ان احنا ما تغلبناش على هذه التحديات بالمشاكل الاساسيه. بالظبط يا فندم بالظبط. بشكر حضرتك جدا سياده النائبه ماجده نصر عضو لجنه التعليم بالبرلمان، وهقول لحضراتكم بس تعليق بسيط. هذه واقعه ليست عاديه، لا تسليط الضوء عليها مهم جدا لانه هو ده المستقبل، فلو ما استقامش اعدادنا للمستقبل فتبقى فيه مشكله كبيره جدا. وزير التعليم بيبذل مجهود خرافي خرافي الحقيقه في تطوير التعليم والنهضه بيه، بس هو الراجل طول الوقت عامل زي اللي وقع منه جنيه في شارع ضلمه فرايح يدور عليه في شارع منور لانه مش عارف يدور عليه في الضلمه. يعني دي خلاصه المساله، مش بنجر ورا ولا بنكسر مقاديفه ولا بنقول له ما تطورش ولا بنقول له ما تعملش، بس فعلا يعني انت في وضع يعني خرابه موجودة في مدارس كتيرة جدا وفي أزمات فيها كتيرة جدا. نحل المشاكل دي وبعدين نتكلم في الطرح اللي انت بتقول. على اي حال احنا القصة متابعينها ان شاء الله، نشوف نيابة الإدارية تعمل فيها ايه، نشوف اللجنة اللي هتروح بكرة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية المدرسة بني شبل هتعمل ايه، ونبقى متابعين مع حضراتكم.